السلام عليكم. بما انه الفيديو اللي قبل عملنا وصفة كباب، انطلب مني انه اعمل وصفة كباب بالدجاج ولكن الدجاج المطحون. اليوم عملت لكم وصفة كباب بالدجاج المطحون بتتبيلة خيالية ورائعة جدا، نكهة مميزة، وايضا عملنا مع وصفة تبولة رائعة جدا قدمتها بكتير من المطاعم ودوقتها لناس عديدة وعجبتهم. تابعوا معي هيدي التبولة بهيدي الطريقة، وان شاء الله هيدي الوصفات رح تنال اعجابكم. وما ننسى ايضا انه في صوص بسيط من حوائج البيت، خليكم لتشوفوا هيدي الوصفات. بمقلي على النار بدهنها بشوية زيت، او فيني على الجريل او على الفحم. هلا هون بدي اشوي شوية بصل وفليفلة، او بدي قليهم بشوية زيت، بشويهم تقريبا لحمروا عندي بشكل جيد، وخاصة الفليفلة لازم خليها شوي تستوي مشاهدينا. ومن بعدها بدهم يكونوا جاهزين لنحضر الخلطة. اول شي عندي افخاد الدجاج، عندي 250 جرام من افخاد الدجاج، 250 جرام من صدورة الدجاج كله مسحب بدون عظم ومنظف. عندي هون مثل ما عم تشوفوا بقدونس، وعندي البصل اللي حطيتها، والفليفلة طبعا الاحجام واضحة عندكم. نص ملعقة شاي من الكزبرة الجافة، نص ملعقة شاي من البابريكا، عندي هون ايضا نص ملعقة شاي من الفلفل الابيض، شوية حر او فلفل احمر جاف، وعندي نص ملعقة شاي من الكمون، وعندي ايضا ملعقة شاي من الخل الابيض، وبدي ملحها بملعقة شاي او حسب الرغبة، وايضا رح ارجع رش عليها شوية فلفل اسود، وبدي اطحنهم بشكل جيد ليجهزوا عندي على طاولة او على صينية او على لوحة تقطيع. بدي رش شوية زيت واحط خليط الدجاج مثل ما عم تشوفوا، لازم يكون عندي بهذا الشكل، ما لازم اطحنه بحيث يصير عندي مثل عجينة، يعني المكونات لازم تضل محافظة على شكلها. دهنت زيت لا ما يلتصق عندي الدجاج. رح نعمل هيدي الطريقة لتشكيل الكباب للمبتدئين، سبق وعملناها بكباب اللحم، رح نرجع نعيدها هون، ولكن رح نحط زيت لانه الدجاج حساس اكتر. طبعا الملعقة اللي عم بستعملها كمان مدهونة بالزيت، وكل ما جفت بدهنها لا تساعدني انه مد هيدا الدجاج مثل ما عم بتشوفوا عندي. حط عليه نايلون وبدخله على الفريزر لمدة نصف ساعة، طبعا مش حيتفرز ولكن رح يسقع بشكل جيد. هلا هون رح نحضر طريقة لصلصة الثوم. عندي صلصة ثوم جاهزة، طريقتها موجودة اسفل الفيديو، وعندي ايضا صلصة حارة رح اضيف عليها، شغلة بسيطة ولكن فيها نكهة لذيذة. هلا رح اضيف شوية بقدونس مفروم، وبحرك هيدي المكونات لتصير عندي صلصة ثوم حارة رائعة جدا لهيدي الساندويتش. لازم تجربوها لانه كتير رح تكون مميزة. هلا وصفة الثوم انا رح احط لكم منها طريقتين، طريقة بالبيض بدون خلاط وطريقة بالنشا مع خلاط، اثنيناتهم رح تلاقوهم اسفل الفيديو او رح يظهروا عندكم خلال هيدا الفيديو على يساري، بتضغطوا عليهم بتفوتوا وتشوفوا طرق كتير مميزة ولذيذة وايضا سهلة جدا وناجحة. هيدا الدجاج صار عندي بارد بشكل جيد، بسكينة مدهونة بالزيت بدي قطعوا على هيدا النحو اللي حتشوفوه عندي هلا، بقطع كل قطعة وبشيلها على حدا. هلا بمقلي على النار او جريل بدهنها بشوية زيت بخليها تحمى، وبدي اشوي هيدا الكباب تقريبا 3 دقايق على كل جهة ليستوى عندي. وبهيدا الوقت رح نعمل شغلة اللي هي التبولة. عندي بقدونس مغسل ومنظف ومنشف، بدي افرمه بشكل ناعم. طبعا هيدي التبولة ما حيكون فيها اختلاف كبير، انما رح يكون فيها اختلاف ببعض البهارات اللي مش من العادة بيستعملوها، ولكن
هيدي البهارات مشاهدينا اللي حطها هلا، انا استعملتها ودوقتها للعديد من زبائن المطاعم ونالت اعجابهم، وبتمنى انكم تجربوها. هيدا بيرجع حسب رغبتكم. رح نفرم البقدونس وايضا البصل، رح نعمل طريقة المطاعم بالتبولة. يفضل البصل اكيد انه يكون ناعم جدا، ورح نعمل خطوة هون. عندي هلا البصل، رح ارش على هيدا البصل شوية كمون ناعم وايضا شوية قرفة ناعمة، وما تستغربوا، جربوا واعطوني النتيجة اسفل الفيديو. وعندي ايضا بهار حلو او جامايكا حسب التسميات. طبعا رح نفرم بندورة. بالنسبة للبهار الحلو كتير بيسألوني عنه، هو مشاهدينا مكون واحد، بعض الاماكن بسموه جامايكا والبعض بسموه كبابة، بالانجليزي بيقولوا له اول سبايسز. هلا بنحط البقدونس. رح بستعمل هون نعنع يابس، اذا في نعنع طازج طبعا فينا نستعمل النعنع الطازج. هلا عندي برغل ابيض منقوع، هيدا البرغل منقوع يعني نافش. رح احط الطماطم والبصل المبهر، وايضا رح ارجع اضيف الملح و عصير الليمون، ورح نرش عليها زيت الزيتون، وبدنا نخلط هيدي التبولة الرائعة لتصير عندي جاهزة. البعض بحب يضيف دبس الرمان، نحن كمان رح نرجع نضيف دبس الرمان، فيكن مع دبس الرمان او بلاه حسب الرغبة. شوفوا عندي هيدي التبولة رائعة شهية جدا. هون رح نضيف شوية دبس الرمان ونخلطها، وبتكون جاهزة للتقديم. ببعض الوصفات حطيت على التبولة برش الليمون يعني الحامض، فيكن كمان حسب الرغبة. على خبزة رح ندهن بالصلصة ونقدم هيدي الساندويش رح تشوفوها عندي، وان شاء الله تنال اعجابكم. بسم الله، رائحة رهيبة. انتبهوا لشغلة لما تحطوا التبولة فيها، انه بتحطوها بالمعلقة ولكن بتحاولوا تصفوا الصوص، يعني بتحطوا المكونات بأقل نسبة صوص ومباشرة على الأكل، مش منتركها على جنب أو منلفها أو منحمصها. هذا الشيء ما بيصلح مشاهدينا الأعزاء. بسم الله مرة تانية. عن جد شي رائع، بدون مبالغة، عن جد شي رائع. أنا من الناس اللي إنه كنت استغرب إنه معقولة تبولة نحطها بالساندويتش. ببعض الأماكن بالغرب بيعملوا هيك، قلت خلينا نجرب، بس ولكن مش بأي ساندويتش، بدنا نعرف وين بدنا نحطها وكيف بدنا نحطها، وش أي تبولة؟ هيدي التبولة. بكل الأحوال مشاهدين الأعزاء، إن شاء الله تنال إعجابكم هيدي الوصفات. جربوا جربوا واعطونا تعليقاتكم، ومرة تانية وبنرجع بنقول إلى اللقاء. خلينا هيك نعطي بعد انطباع أكتر. تعرفوا شي؟ الفلايفلة الحمراء بس نشوية مع البصل، عن جد غير ما نحطها نية بهيدي الخلطة. أنا استقصدت حطيتها بهيدي الطريقة، كتير كتير عطت طعمة طيبة. الفريشنس، الطعم، الانتعاش تبع البقدونس مع هيدي الكباب مع الثوم مع الحر، يعني ما تخيلوا انه تمازج الطعمات كلها على بعضها عن جد مدروس ومتقن.
وإلى اللقاء بإذن الله، إلى حلقة مقبلة.